مساء الخير مشاهدينا مرة أخرى، نتحدث عن آخر التطورات من جديد حول آخر ما يحدث هنا في اسطنبول. نحن هنا الآن أيضا مرة أخرى في اسطنبول، يعني أحاول أن أصور لكم في بث حي ومباشر حول ما يحدث في موضوع الانقلاب أو تطورات ملف الانقلاب العسكري أو محاولة الانقلاب العسكري التي جرت خلال ساعات الليلة الماضية. هناك كانت قبل قليل جلسة للبرلمان التركي، جلسة طارئة للبرلمان التركي، أعلن فيها رفضه بشكل كامل بكل مكوناته السياسية وتحديدا الأحزاب السياسية الرئيسية في البرلمان، رفضه لهذا الانقلاب، وقال إنه محاولة من جهات إرهابية لتخريب الديمقراطية في البلاد. وبالتالي فإننا نستطيع القول إن هذه أحد نتائج هذا الانقلاب هي الوحدة السياسية والتوافق بين الأطراف السياسية كلها على رفض الانقلاب العسكري الذي أو محاولة الانقلاب على الأقل التي جرت في البلاد هنا في تركيا. نحن هنا في مدينة إسطنبول، أحاول أن أصور لكم الصورة بشكل عام من مدينة إسطنبول. هناك الأوضاع حتى هذه اللحظة هي هادئة نوعا ما، هادئة حتى إلى حد كبير عما كانت عليه الليلة الماضية. نشاهد الهدوء التام حاليا في أحياء مدينة إسطنبول المختلفة، وفي هذه المنطقة التي تشاهدونها الآن هي منطقة المطار، مطار أتاتورك الدولي الذي شهد محاولات كبيرة جدا من العسكر من الجيش التركي للسيطرة عليه بشكل كامل خلال ساعات الليل، وبالتالي وصلت حشود المواطنين والمدنيين إلى هذا المطار، ويعني أفشلت نوعا ما هذه المحاولات من قبل الجيش التركي للسيطرة على المطار. وكانت أحد أهم الخطوات الأولى في إفشال العملية الانقلابية. كما نشاهد هناك حركة طيران الآن، يعني هذه إحدى الطائرات التي تنطلق من مطار أتاتورك الدولي بعد أن كانت الحركة متوقفة لساعات طويلة منذ الليلة الماضية، والحركة رغم هذه الطائرة نستطيع القول أن الحركة لا تزال بطيئة نوعا ما في مطار أتاتورك الدولي. حاليا كما تشاهدون الأمور هادئة نسبيا، الشوارع يعني طبيعية جدا، لا توجد هناك أزمات ولا توجد هناك فوضى في الشوارع، هناك حالة من الاستقرار والهدوء التام إذا صح التعبير في هذه المنطقة. هناك دعوات كانت قد صدرت من قبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مختلف وسائل الإعلام، كانت هناك عبر يعني تغريدات له عبر موقعه الرسمي على تويتر وبيان رسمي من الرئاسة التركية، بالإضافة إلى رسائل نصية تصل تباعا إلى المواطنين الأتراك من قبل شركات الاتصالات التركية من أجل أن يخرجوا مرة أخرى اليوم مساء هذا اليوم من جديد لرفض الانقلاب العسكري الذي كان قد حصل. كانت هناك محاولات له لأن يحدث في البلاد وللإطاحة بالحكومة التركية، من المتوقع بشكل كبير أن تكون هناك أيضا حشود خلال يعني الساعة القادمة للمواطنين الأتراك في الميادين العامة. من المتوقع أن يخرج الناس المواطنون الأتراك خلال ساعات الليل رفضا للانقلاب وتعبيرا عن تأييدهم للحكومة التركية. نريد أن نؤكد هنا أن من يخرج إلى الشوارع والميادين العامة ليس شرطا أن يكون من المحسوبين على حزب العدالة والتنمية الحاكم أو من داعمي رجب طيب إردوغان كشخص. هناك ممن هم يختلفون سياسيا مع رئيس الجمهورية التركي رجب طيب إردوغان، ولكنهم يعني يتفقون معه ومع كل المكونات السياسية في البلاد على رفض فكرة الانقلاب العسكري في عموم البلاد بسبب يعني التاريخ المعروف للانقلابات العسكرية هنا في تركيا ورفض كل الجهات السياسية وال يعني الجهات الشعبية والمجتمعية لفكرة الانقلاب العسكري. وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون هناك مسيرات وتجمعات جماهيرية حاشدة خلال ساعات الليل هذه الليلة القادمة في مختلف المناطق التركية وعموم البلاد، وتحديدا نتحدث هنا عن مدينة إسطنبول وهي المدينة الأكبر في البلاد، وعن مدينة أنقرة وهي العاصمة التركية والمركز السياسي والحيوي والهام والذي كانت فيه تدور يعني أبرز المواجهة العسكرية أو العمليات العسكرية خلال ساعات الليلة الماضية. من يعني حتى هذه اللحظة من غير المعروف إذا ما كانت
ستحدث مواجهات يعني نوعا ما بين مؤيدي الانقلاب من عساكر وبين المواطنين والمدنيين في الساحات والميادين العامة الليلة، ولكن هذا الأمر مستبعد خاصة مع الإعلان الجهات الرسمية التركية أنها بالفعل سيطرت نوعا ما على سيطرت بنسبة كبيرة جدا بأكثر من 90% على العمليات أو على محاولة الانقلاب، وأعلنت رسميا فشل هذه المحاولة بشكل رسمي، وهذا يعكس أن هناك يعني شبه سيطرة كاملة من جانب الحكومة التركية على الأمور الآن في البلاد. في اسطنبول عموما هناك الأمور هادئة جدا، ليس فقط في هذه المنطقة التي نحن فيها الآن، ولكن أيضا في عموم المدينة هناك استقرار وهناك هدوء حتى هذه اللحظة. نحن الآن الساعة الآن 7:30 تقريبا مساء الساعة المغرب الغروب، ويعني بعد قليل ستبدأ الحشود بالتوجه إلى الساحات العامة، من المفترض أن يكون ذلك بحسب الدعوة الرسمية من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للخروج إلى الشوارع. من المهم أن نذكر الآن أن كل الأحزاب السياسية التركية في البرلمان التركي كانت قد رفضت رسميا وأعلنت صراحة أنها ضد الانقلاب، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري المعارض، أكبر أحزاب المعارضة السياسية، وحزب الحركة القومية المعارض، بالإضافة إلى حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الذي أيضا هو بدوره رفض هذا الانقلاب رغم الخلاف السياسي الحاد مع حزب العدالة والتنمية. وبالتالي فإن الكل التركي، كل مكونات البرلمان التركي السياسية تجمع على رفض هذا الانقلاب. حتى هذه اللحظة نحن بانتظار أي تطورات قد تحصل في الساعات القادمة، ولكن بشكل عام نستطيع القول إن الأمور هادئة نسبيا، وهذه هي الصورة بشكل عام حتى هذه اللحظة. الشوارع كما ترون هي هادئة جدا، تسير حركة طبيعية سلسة جدا، حركة مرور طبيعية وسلسة جدا، لا توجد هناك يعني ما لا يوجد ما يعيق هذه الحركة، ولا يوجد ما يعيق الحركة الطبيعية في البلاد. في تلك المنطقة تحديدا، هذه المنطقة التي تصورها الكاميرا الآن، كانت الدبابات أو الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات العسكرية التابعة للجيش التركي، وهو الشارع الرئيسي الذي يؤدي إلى المطار، يعني هذا هو المدخل الرئيسي لمطار أتاتورك الدولي. هناك كانت تتركز أو تقف الدبابات العسكرية التابعة للجيش التركي في الليلة الماضية، وهناك وفي هذا الشارع كانت هناك جموع وحشود المواطنين الذين هبوا بطلب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أجل رفض الانقلاب العسكري، ومن أجل عودة أو الحفاظ أو حماية الديمقراطية وحماية السلام في البلاد. وكما يبدو الآن الصورة واضحة تماما بأنه لا توجد هناك أي فوضى، وهذا المكان مستقر تماما، وتمت يعني عودة الحياة الطبيعية تماما في هذا المكان. الآن نختم بمعلومة أخيرة وهو إحصاءات رسمية. بحسب الإحصاءات الرسمية من رئاسة الحكومة التركية، بحسب تصريح رئيس الحكومة التركية رئيس الحكومة التركية بنالي يلدرم، قال إن الحكومة قد اعتقلت حتى هذه اللحظة، أو السلطات التركية قد اعتقلت حتى هذه اللحظة نحو 3000 شخص من ضباط وقيادات وعناصر الجيش التركي، ولكن حتى هذه اللحظة عملية الاعتقالات مستمرة حتى الآن في عموم البلاد. هناك من ضمن من تم اعتقالهم هم ضباط كبار في الجيش التركي من الجنرالات والقيادات العليا في الجيش التركي، وهذا مؤشر هام، ويعني يؤشر إلى وجود قيادات كبيرة وكثيرة من ضمن المؤيدة للانقلاب والتي جهزت وحضرت له ربما يعني أسابيع أو أشهر سابقة. بالإضافة إلى هناك في السلك القضائي كان هناك إلقاء القبض أو عزل عدد كبير من القضاة والمدعين العامين، وهناك أيضا عزل لأعضاء في المحكمة العليا التركية، وبالتالي فإن هذا الأمر يشير إلى يعني ترابط بين بعض الأشخاص في سلك القضاء التركي وبين الانقلابيين الذين حاولوا يعني تنفيذ الانقلاب العسكري الذي كان الليلة الماضية. حتى هذه اللحظة المعلومات أيضا الرسمية تشير إلى مقتل 161 شخصا من المدنيين خلال المحاولة الانقلابية الليلة الماضية، بالإضافة إلى 104 أشخاص من الضباط ومن العساكر الذين شاركوا في الانقلاب، بمعنى أن هناك 265 شخص قد قتلوا خلال ساعات الليلة الماضية في هذه العملية الانقلابية في عموم البلاد. معظمهم كانوا من رجال الشرطة التركية ومن الجيش
من الجيش التركي أو من الأطراف التي حاولت الانقلاب على الحكومة التركية، بينما هناك عدد كبير من الجرحى، جراح بعضهم خطيرة. الأمور حتى الآن في هذه اللحظات في هذه الساعات هي مستقرة إلى حد كبير، ويبدو أن الأمور تسير إلى المزيد من الاستقرار، خاصة وأن الحكومة التركية قد أعلنت رسميا أن الأمور تحت السيطرة بشكل كامل، وأن الأمور قد يعني عادت إلى طبيعتها في البلاد. وجلسة البرلمان التركي أيضا تعكس أنه بالفعل تمت السيطرة على الأمور، وتم تلافي كل المخاطر التي كانت محدقة بالعملية الديمقراطية وبكل التركيبة السياسية في البلاد. المهم أيضا القول هو توحيد كلمة كل الجهات السياسية في البرلمان التركي على كلمة واحدة، وهي رفض الانقلاب والوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في البلاد، والتي إن اختلفوا معها سياسيا إلا أنهم يقولون إنهم يرفضون يتفقون معها على رفض فكرة الانقلاب من أي جهة كانت. حتى هذه اللحظة هذه هي آخر التطورات، ومن المفترض خلال الساعات القادمة أن يكون هناك حشود كبيرة من قبل المواطنين الأتراك في الساحات والميادين العامة من أجل يعني تأييد الحكومة التركية ومن أجل رفض الانقلاب على الحكومة وعلى الشرعية كما يقولون. إلى هنا هذه هي آخر التطورات، وبالتأكيد سنبقى معكم في كل جديد.